السلامة. الله يسلم. احنا طبعا موجودين من اول يوم، لانه احنا بنؤكد ان المشير طنطاوي على رأس المجلس العسكري مسؤول عن كل الدماء المصرية اللي سفكت من يوم 11 فبراير لغاية النهاردة، وبنحمله كمان مسؤولية ان هو المسؤول عن كل حالة الاحتقان الطائفي المفتعل اللي حاول يستخدمها اكتر من مرة. ونشكر ربنا لان الشعب المصري شعب فاهم، المسلمين اللي فيه مسلمين معتدلين وفاهمين، تربطهم علاقات وثيقة مع اخواتهم المسلمين، جيرانهم واحبائهم، فانتبهوا لهذا الامر. احنا بنحمله كل المسؤولية عن كل الدم اللي اتسفك، واخيرا الدم حتى التي لم يسفك. يبدو ان المشير طنطاوي قرر انه ما يسفكش الدم ويموت بالخنق، علشان انه زهق من ريحة الدم، فقرر انه يموت الناس خنقا يعني. فاحنا بنحمله كل مسؤولية، دي مسؤولية سياسية وايضا المسؤولية الجنائية، ويجب ان يحاكم على كل هذا الدم الذي سفك. هل احداث مسبيرو تكررت في ميدان التحرير؟ بدون شك ما فيش فرق ما بين الحدثين، الوسيلة واحدة والأداة المستخدمة أداة واحدة، والدماء دماء واحدة، ما فرقتش كتير ما بين مسبيرو وما بين التحرير، هي كلها دماء مصرية، دماء مصرية غالية. إنما يمكن فرق في ميدان التحرير إن الأحداث كانت أصعب، يعني خلينا أقول إنه الدهس وإطلاق النيران، إنما أول مرة نشوف جثة مصرية وجثمان مصري لشهيد مصري تتحط في الزبالة. يعني هذا الأمر لم نراه في أقصى العهود فاشية وأقصى العهود الظالمة على الإطلاق على مر التاريخ. يعني يتفرد المجلس العسكري، يتفرد المجلس العسكري والمشير طنطاوي شخصيا بكل هذا المسلسل من الأحداث. هل يتم دمج الملفين من أحداث مسبيرو وأحداث التحرير في قضية يتم تفعيلها من قبل الكنيسة واعتبار المصريين؟ الأمر أصبح أكبر من مجرد قضايا. يعني هو خارج امبارح يتكلم في أنه حول الملف بتاع مذبحة مسبيرو ومذبحة التحرير إلى النيابة العامة. الأمر أكبر من كده بكتير، لأنه هو المطلوب مش تحويل الملفات مسبيرو او التحرير، مطلوب تحويله هو شخصيا للمحاكمه الجنائيه. يعني حضرتك بتحمل المجلس وعلى راسهم المشير كل ما فعل في احداث مسبيرو وفي احداث التحرير، كل ما فعل من يوم ما مسك السلطه حتى يوم 19 نوفمبر يتحمل المسؤوليه كامله بما فيها احداث الفتن الطائفيه اللي مرت على شعب مصر، والغريبه جدا على الشعب المصري. طول عمر المصريين مسيحيين ومسلمين عايشين مع بعض، انما اول مره نشوف هذا المستوى من مستويات التعامل الفج جدا والسماح بافتعال أزمات طائفية كل شوية علشان خاطر يصرف نظر الشعب المصري عن هذه الجرائم التي ترتكب. شبكة كنتوش لحضرتك، مش عايز أعطلك في جولة للتحرير. ربنا يخليك، متشكر.